بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نرسم الايزومتريك مع بعض يا شباب. طيب قلنا أول حاجة لازم نعملها إيه؟ إن إحنا نختار أهم مستوى أو أهم مسقط ونحوله لكتلة. فالإليفيشن هنا مبهم، السايد فيو مقبول، البلان هو أكتر حاجة موضحة الكتلة. يبقى أنا هبدأ بالبلان. طيب هروح رايح راسم الخط على زاوية 30 أهو. تمام، نجيب مثلث 30 60 ونبدأ نرسم. لكن أنا دلوقتي عشان أبدأ أرسم الزاوية 30 بتاعتي والخطوط دي لازم أعرف الأبعاد دي، يعني الأبعاد دي كام. فلو أنا دلوقتي هركز على البلان، فده طوله 67، العرض دوت 14، دوت 16، ديت 20، ديت 12، ديت 8. تمام، دي 12 زي التانية كده، الدنيا واضحة جدا. أهم ناقص لنا الارتفاع اللي هو هنا. يبقى أنا كل حاجة موجودة عندي، بس كل اللي أنا كنت محتاجه من الإليفيشن والسايد فيو اللي هو الارتفاع. تمام تمام يلا بينا نروح نرسم. يلا بينا نروح نرسم. روح رايح هنا كده، راسم خط دوت طول 67. بعد كده اجي كده 14، واجي كده وكده بأي طول واقطع الزيادة. خلنا بالنا الدنيا بتمشي ازاي بسرعة عشان نعرف ازاي نرسم بسرعة. طيب عندي دي 12 و12 يبقوا كام؟ 44. 12 و12 24، و20 يبقوا 44. يبقى انا هروح واقف هنا كده ورسم الدايرة دي نصها 22، واروح رايح واقف هنا كده ورسم خط طوله 16، بعد كده 44، بعد كده ارجع كده 16. هتلاقيه وقف عند نهاية الدايرة وعند الخط بالظبط كده. تمام كده انا رسمت اللقطة دي كده، ناقص لي ان انا ارسم الجزء ده اللي هو ال 20 وادخل بيه 8. يبقى انا اروح رايح واقف هنا كده، افتح كام؟ افتح 10 عشان ادخل من هنا كده 8، وامشي كده 20، وارجع كده 8. خلاص وامسح خطوط الزيادة. دول كده مستوينا يا شباب. كل المطلوب من حضرتك انك تحول البلان ده لايزومتريك. تروح ده مستوى وده مستوى، ارفعه بس 3 دي. تمام مركز معايا؟ مركز معايا. يلا بينا يلا بينا. بص يا باشمهندس، لو مسكنا الكتله اللي ورا دي اللي هي اللي ارتفاعها 34، والكتله اللي قدام اللي هي ارتفاعها 22، ممكن ارسم اللي ورا الاول او اللي قدام الاول زي ما انت حابب. انا ممكن هبدا باللي ورا، انا عارف ان اللي ورا هيبقى فيه خطوط هتختفي، بس هبدا بيه. دي 34 ودي بالزاويه دي كده اي طول، وده رأسي بأي طول، وده أفقي بالزاوية اللي هي 30، وده رأسي بأي طول، وده أفقي اللي هو بمثلث 30 60، وده كده بمثلث 30 60. تقاطع في نقطة، لازم النقطة دي هتلاقيها لما انزل الرأس كده هتلاقيها فوق النقطة اللي تحت بالظبط. ايه تبع الخطوط بس، هو ده اللي انا كنت عايزك تبقى واخد بالك منه. عشان كده بدأت بالجزء اللي ورا ليه؟ عشان عايزك تتخيل وتفهم معايا ان انا ازاي حولت المستوى لكتلة. فهمتني؟ ده كده بقى المستطيل. حول بقى ده نفس الكلام بنفس الطريقة بالارتفاع اللي هو ال 22. خد الخط ده رأسي كده لفوق 22، تمام؟ وامشي بيه كده بزاوية 30 60، وخد ده رأسي كده لغاية ما يتقاطع مع الخط ده، هو هو تقاطع مع بعض. عند التقاطع ده امشي أفقي، وعند النقطة دي اطلع رأسي، هتقاطع في نقطة. عند النقطة دي خد البعد التالت، امشي كده 30 60، عند النقطة دي اطلع رأسي اهي في أي طول مش مشكلة. عند تقاطع الاتنين مع بعض امشي افقي، هتلاقيهم فين؟ تقاطع مع بعض في النهاية. شايف التقاطع اللي بينهم؟ بس كده اقطع الخطوط الزيادة او امسحها. شوف بقى هتقطعها ولا تمسحها من اللي انت عايزه، يعني المهم ان ما اشوفهاش. فهمتني؟ تمام، دي الخطوط الزيادة اللي انا مش عايزها.
بس كده هتفهم مني دلوقتي الدنيا. بس يا سيدي فهمت الكلام، شفت الكتلة بقى مكعب اهو قدامك. طيب الخط اللي ورا ده اكيد مش هشوفه، امسحه بقى وريح دماغك منه. واللي ورا ده كمان مش هشوفه، امسحه وريح دماغك منه. والخط اللي ورا ده كمان مش هشوفه، امسحه وريح دماغك منه. والخط ده كمان مش هشوفه، امسحه يا باشا وريح دماغك منه. خلاص الخطوط اللي مش هنشوفها ما نرسمهاش، كل الموضوع بس ان انا كنت عايزك تبقى فاهم. طبعا كل ما خبرتك هتزيد كل ما ايه ممكن توفر على نفسك حاجات كتير ما تعملهاش يعني. بس ده الشكل. طب الحته دي بقى اه يا باشا بسيطه خالص، اطلع خط راسي كده هيتقطع هنا في نقطه، امشي بيه خط كده 30 60 واطلع بده راسي هيتقطعه في نقطه، خد البعد الثالث وامشي 30 60 واطلع النقطه دي نقطه، خط راسي هيتقطع في نقطه، خد البعد الثالث بزاوية 30 60 خد خط رأسي هتقاطع في نقطة. بص طلعت النقطة فين عند التقاء الثلاث خطوط مع بعض، اقطع يا باشا الخطوط الزيادة اللي أنت ما أنتش عايزها. خلاص الدنيا بقت إيه، بقت بالنسبة لك واضحة جدا أهي، خطوط الزيادة اللي أنا مش محتاجها في أي حاجة في حياتي. بس كده اقطع الخطوط الزيادة دي كلها. طيب ده في حاجة بقى كمان، ان انا اصلا كمان مش هشوف اللي تحت اللي ورا دول. طيب طبعا مش هشوفهم، رسمهم ليه؟ امسح يا باشا، امسح يا باشا الخطوط دي، امسح يا باشا. بس شفت الايزومتريك بسيط وسهل ولذيذ ازاي؟ جدا. طبعا الذين يذكرون الله قياما سبحان الله السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا يكون عذاب النار. بص يا باشمهندس عايزك بس تاخد الحته دي كده معاك بعد اذنك، يعني معلومه كده على السريع انا هاخدها بعدين في السكشن. هاخد كوبي من الايزومتريك ده اهو، واقطع الخطوط دي من المنتصف بالظبط. شايف المنتصف ده؟ خد خط كده. بص بص انا بعمل ايه، والله ما بعملش حاجه، والله الموضوع بسيط خالص اهو. اقطع يا باشا الخطوط الزياده كلها اللي ملهاش اي ثلاثه لازمه. امسح الخطوط الزيادة بس. خد خط كده 30 60، خد خط كده 30 60 اهو، امسح امسح. خدت بالك؟ هشر بقى الحتة دي التقشير ده بس كده. ايه بقى اللي مزعلك؟ فهمت كمان السكشن بيتاخد ازاي؟ ده بس كده حاجة كده معلومة على السريع يعني. يبقى الدنيا بقت بسيطة جدا ولذيذة، ما عندناش أدنى مشكلة في أي حاجة. بشكر حضراتكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.